الإضراب هو حق دستوري يكفله الدستور. الآن يجب الاتفاق على هذا القانون التنظيمي باش يخرج فواحد الصيغة اللي نستحضروا فيها يعني المصالح ديال 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 الموظفين، وأيضا يجب أن نستحضر فيها في نفس الوقت يعني هذا المشغل، وفي حالة لو وقع الإغلاق إلى غير ذلك. فكل هذه العناصر سوف يتم مناقشتها بدون طابوهات، وسوف يتم التوصل إلى صيغة التي تراعي مصالح الطرفين، ونخرج واحد الوثيقة اللي تكون متقدمة تعبر على هذه الإصلاحات اللي انخرطت فيها بلادنا، واللي هي إصلاحات كتأسس على الحريات وكتأسس على الحقوق إلى غير ذلك. فكيفاش غنديروا من بعد؟ هذاك السؤال غادي يجي الجواب عليه. هل سوف يتم تعديل النص أم سحبه؟ أم هذا ربما سوف تظهر بوادره منين توصلوا لذاك الاتفاق اللي غادي يكون إن شاء الله مع النقابات. بالمناسبة